خديجة بوخلي 1983 في نزيدة من تم جروت رئيسة ديال تعاونيات مستقبل درعا خدامين في الجمعية تقريبا شي 10 سنين وحنا خدامين في الجمعية وكانت عندنا فكرة أن باش نأسسو تعاونية أن باش نحسنو الوضعية ديال المرأة. التعاونية ديالنا تأسست من 2011 2013 فين بدينا الخدمة. بالنسبة للنساء اللي كاينين هنايا في تعاونية كاينه 32 عضوة هي اللي ولات كتسير هاد الوحدة. الهدف ديالنا هو تثمين التمور كاين فيها تخزين من بعد تخزين كنعبئو تلفيف كاين التلفيف من بعد التلفيف وكيخرج للسوق صافي كنبيعو. بالنسبة للتمر كنصوبو السيرو كنصوبو لي بات هو لي بومبو وكنصوبو القهوة. بالنسبة للعلف اللي كنحيدو حيت بداك التحويل كيدوز في المراحل كل منتوج كيدوز في مرحلة لمرحلة. بالنسبة للسيرو التمر ديالو غير كنطيبوه كيرجع صافي لتجي البهان العلف ديال البهان. وعاوتاني بالنسبة للتمر كاين واحد التمر الاخر كيكون قاصح بالنسبة للجهل وبوسكري هذاك هو اللي كنعاوتاني كنديروه للكسكسو. حنا راه شحال من حاجة استفدناها في التعاونية. استفدنا التكوينات استفدنا ما عرفناش كيفاش نديرو تحلاوت ما عرفناش كيفاش نديرو الكوفيتير ما عرفناش كيفاش نديرو التمر كيفاش نردوه اسميتو لي بات والحمد لله الاخرين اللي باغي يديروا شي تعاونيه نوريوهم كيفاش يديروها ونعاونوهم وقفوا حتى هما على رجليهم. التعاونيه هي العمل الجماعي حيت الا شافوك الناس درتي التعاونيه العيالات الاخرين الا شرحتي لهم كيفاش ضروري تشجعوا باش يديروا التعاونيه مثلا ولا الجمعيه. بالنسبه للنساء ديال تمكروت حنا قدوه لهم وكيشوف واحد النطيره غاديه يعني واخا كيقول لك الناس راه ما غاديش يوصلوا الحمد لله حنا وصلنا. انا كنت في الاول كنت غير عضوه وما كنتش كنعرف بزاف ديال الحوايج. دابا ملي كنت رئيسه كنت بان راه عارفه بلي راه عندي واحد المسؤوليه كبيره ان خصني نزيد نجتهد فيها.